توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم عودتكم فرقة أوفيس 365 سوهاج على الإبداع وتقديم كل ما لديها من علم نافع بإذن الله في المبادرة الثانية من مبادرة أوفيس 365؟ تنطلق قافلة معلمي ومدربي أوفيس 365 بسوهاج للمرة الثانية بعد النجاح الساحق الذي حققته في المبادرة الأولى. تنطلق في أحد تطبيقات أوفيس 365 الرائعة، تطبيق ديلف، مع المدرب الرائع الممتع دوما الذي عودنا على العلم البسيط النافع والغزير، الأستاذ وائل عثمان. يتفضل بتقديم المادة العلمية لتطبيق ديلف، ونحن في انتظار مادة علمية وشائقة بإذن الله. تفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا مستر ناجح على التقديم الجميل ده، وأهلا بحضراتكم للمرة الثانية على التوالي في مبادرة مايكروسوفت تابع سوهاج ومبدع سوهاج. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم على حاجة، تطبيق خفيف جدا من أحدى تطبيقات ال 365، هو اسمه مايكروسوفت أوفيس ديلف. التطبيق ده مش تطبيق يعتبر يعني تطبيق هنشتغل فيه في الميدان العملية التعليمية أكتر من إن هو عملية تنظيمية. مع التطور اللي حصل لمايكروسوفت من كمية التطبيقات اللي نزلتها على حساب ال 365، حبت تقدم هدية للمستخدمين 365 عملية تنظيمية ينظموا بيهم حساباتهم، يعملوا كروت تعريفية شخصية بيهم. وكمان مايكروسوفت مديك نبذة مختصرة بتقول لك هو الديلف ده عبارة عن ملف تعريفي لل365 الخاص بيك، يدوبك بيخص بحضرتك انت بتنظم شغلك، بيعرف الناس الشغل اللي انت مشاركه، سيرة ذاتية عاملة زي السي في اللي بتخص حضرتك، تنظيم المعلومات، وكمان ان هو عشان خاطر ان انت الناس تشوف شغلك او المنشورات دي لازم تحتاج اذنات من حضرتك وتدي اذن بالمشاركة او المشاهدة للاخرين. دي الواجهة بتاعة الدلف. اول حاجة هنشوفها ان شاء الله طريقة الوصول للدلف، عايزين نوصله للدلف. انا عندي بوابتين عشان ادخل بيهم للدلف. اول حاجة انا عندي البوابة الاساسية بتاعتي اللي انا بدخل فيها لل365. اول حاجة ان انا في محرك البحث بكتب 365 365، ومع الرابط اللي هو باللغة العربية بدوس عليه بيطلع لي الواجهة بتاعة ال365 اللي كلكم حضراتكم عارفينها. لو انا اول مرة بدخل بيها على المتصفح ده هيطلب مني الايميل، البريد بتاعي، وهيطلب مني كلمة السر، لكن انا دخلت بيه مسبق على المتصفح ده، فبالتالي حافظ لي الايميل بتاعي وحافظ لي كلمة السر. فمجرد ما كتبت 365 وعلى اول رابط فتح لي الحساب بتاعي. مايكروسوفت ديلف هتلاقيه وسط التطبيقات المفروض ظاهر قدام حضرتك، لو مش ظاهر بدوس على استكشاف المزيد وانزل تاني تطبيق او تالت تطبيق، اهو هو الديف. لو دوست عليه هيطلع لي الشكل ده، هيطلع لي الشكل ده. لكن انا عندي طريقة وصول سريعة تانية من شريط العنوان، اكتب اي يو، مجرد ما اكتب اي يو ار او اكتب اي بس هيجيب لي اي يو r.delf.office.com. لو دوست عليها هيفتح لي الصفحة بتاعة ديلف زي ما حضراتكم شايفين. يبقى الصفحة دي هي الصفحة دي. يبقى طريقة دخول سريعة للديلف مايكروسوفت ديلف ان انا بكتب في شريط العنوان، بكتب في شريط العنوان EU وهو بيكمل لي بقية العنوان. نرجع ل الشريط للدلف الاولاني. انا عندي الواجهة بتاعتي محتاج نفصصها،
أول حاجة على الشمال التسع نقاط. التسع نقاط دي هي الوصول السريع للتطبيقات ال 365. لما بكون في أي مكان ولقيت التسع النقاط دي يبقى كده هو بيقول لك أنت لو عايز توصل لتطبيق سريع سواي فورمز حتى ديلف، لو دوست اول ابس هيجيب لي كل التطبيقات بتاعت ال 365 المتاحة ليا. لو دوست على الدلف هنا بيدينا صفحة الدلف اللي هي الهوم الأساسية. الإشعارات هنا هو أنا عندي لو في إشعار رسالة، في تنبيه، في ريمايندر بيجي لي في الإشعارات. الترس دي اللي موجودة في كل مكان. هنا الترس اللي موجودة هنا هو بيظبط إعدادات الدلف أو الواجهة بتاعة الدلف نفسها. أول واحدة اللي هي الدلف الفيتشر سينجز سيتنجز. الفيتشر سيتنجز بتديني زي ملامح الاعدادات، الملامح بتاعه الدلف. الحاجه التانية اللي هي بستخدمها الثيمز. شايفين الخلفيه بتاعه الدلف؟ الخلفيه دي صوره انا جبتها من هنا، ممكن اغيرها لو وقفت عليها كده، هو بيتم تغييرها. مجرد الوقوف عليها بيغير الشكل. لو دوست له فيو اول بيجيب لي كمية صور تانية. اللانجوج المستخدمة والتايم زون، لو انا حبيت اعدل اللغة بعدلها من هنا. لو عايز اشعارات تجيلي بشغل الاشعارات كده مطفية كده شغالة. لو عايز اشعارات تجيلي افتحها اخليها اون. لو عايز اخصص اعمل كاستومايز تخصيص للاشعارات، لو انا عايز، مش انا عايز افتح الاشعارات بس لحاجات معينة، يعني لما يكون في ريمايندر بتديني فيه اشعار، لما يكون في ايميل تديني اشعار لكن ما تدينيش صوت، ولا ما تدينيش مثلا صوت للريمايندر ممكن اقفلها. الباسورد بتاعت الحساب بتاعي، لو انا عايز اغير الباسورد بتاع الحساب بتاع 365 بدوس له تشينج يور باسورد، هيطلب مني الباسورد القديم وادخله الباسورد الجديد. دي لو انا عندي سؤال، انا محتاج مساعدة من حساب 365 او محتاج من الدعم سؤال عن اي حاجة سواء الديلف او اي حاجة في 365، انا بدوس ان هو ادوس له طلب المساعدة. في عند الصورة في ماي بروفايل وماي اكونت وساين اوت. الثلاثة دول تقريبا بنسبة 90% موجودين في كل التطبيقات، يعني إلى حد ما ما يخصش الدلف. الماي بروفايل الصفحة الشخصية بتاعتي، الحساب بتاعي ماي اكونت، الساين اوت لو أنا عايز أعمل خروج بحسابي من الواجهة دي. أنا اللي يهمني النهاردة في الدلف بقية الواجهات كمان. في هنا هو حاجة اسمها فيدباك. أنا عايز أعمل زي فكرة ستيتس اللي في فيسبوك، أعمل زي حالة. تمام، أنا أقول له مثلا I like something، I don't like something، أدوس عليها تظهر لي مربع تاني، أكتب له أنا مثلا إيه I love مثلا Microsoft at all، وادوس له. هنا بيقول لك في ايميل اوبشنال يعني خياري مش اجباري، وادوس له سبميت. هو نشر لي الفيدباك بتاعي على الدلف، وكل الاصدقاء المفروض يشوفوا الاستاتس بتاعتي دي. نرجع شمال شويه، في حاجه اسمها سيرش. انا لو عايز اوصل لحد معين عشان ادخل على سواء الحاجات اللي مشيرها، او عايز اوصل للسي في بتاعه، للكارت التعريفي بتاعه، اكتب بس اسمه هنا هو. يعني مثلا نكتبه مصطفى فلنفرض مصطفى سالم اهو. لو دوسنا عليه كده هو كده عمل لي، فتح لي السي في بتاعه، الكارد بتاعه، البطاقة بتاعته، كل البيانات اللي انا ممكن تساعدني في الوصول او الاتصال بالمستر مصطفى هو قدامي اهو. رقم الموبايل، رقم الايميل بتاعه. ممكن كمان لو هو مشير ملفات مع حد، او حد مشير معاه ملفات، ممكن ادخل على الوان درايف بتاعه
تعال نجرب، ادخل على الوان درايف بتاعه واشوف لو هو فيه مشارك ملفات مع حد ولا لا. عذرا يا مستر مصطفى. تعال نشوفه، اديك اهو مستر مصطفى في، خلي بالكم هو هيدينا هيديني هنا اهو. بص دخل لي على الوان درايف وعند المستر مصطفى مفيش ملفات مشاركة مع حد. تعال نشوفه حساب وان درايف تاني، زي مثلا ده بتاع مستر ادري، هو في ملف مشاركه اهو مع الناس، فظهر لي قدام الملف اللي قدام حضراتكم ده. هي خطأ سألتني الملف، زي مثلا الأستاذة مروة لو دوسنا على اكشن هو ده كده دخلني على الوان درايف بتاعه، بس الملفات المتشيره، لو مشير ملفات مع حد فانا ممكن افتح الملف بتاعي ده، ممكن اعمل بريفيو، ممكن اشاركه مع حد، ممكن اخد منه نسخ رابط وابعته لحد في رساله، ممكن احمله على جهازي، ممكن انسخه لشخص او انسخه لمكان تاني، ممكن اخد الديتيلز التفاصيل بتاعت الملف. هنا لو تلاحظوا حاجة، هو حوالي للشير بوينت، لو رجعت تاني هو بيقول لي ان انا اكسس دينايد اهو، لو دوست عليها اهو في، بس في حاجة زادت شوية لو تاخدوا بالكم، يعني هنا هنا هو في زادت ديليت، انا ممكن امسح الملف ده، ممكن اهو ديليت، دي اللي زادت. في كمان اهو هنا مش موجودة، الملف اللي اتشارك مع مستر ادري شارك بيه العديد، وده صلاحية التعديل وصلاحية عذرا حضرات. اعتقد ان كانت الصورة مش بتوصل او الصوت مسابق للصورة. نقفل الصفحة دي. اديكي مثلا شيء كده، مس مروة مثلا فاتحين اديكي الوان درايف بتاعها، الملفات اللي بتشارك مع الاخرين. هنا ما فيهاش خاصية الديليت، ما اقدرش احذف الملف ده، لان هي لما شاركت لغي عملية الديليت. نرجع تاني للديليت، يبقى انا دخلت من هنا اهو، دخلت على الون درايف بتاع مستر مصطفى. رجاء لو كده الصورة واضحة قدام حضراتكم. تمام، نرجع تاني، احنا اخر حاجة وصلنا لها السيرش، دي الملفات اللي مع مستر مصطفى شارك فيها او عدل فيها، هو اللي شارك فيها مش طالعة من عنده، والدليل اهو اديك دي الملف ده طالع من عند المستر جدري، وهنشوفه الكارت ده ايه نظامه. نرجع تاني للهوم، يبقى السيرش ان انا ممكن اوصل لشخص من احد زملائي على منصة او على 365 بسهولة، وان انا ادخل جوه بياناته واشوف بياناته واخد رقم لو هو مشير او كاتب في وهنشوف دلوقتي ان انا اضيف رقم موبايل، اضيف الايميل تاني، اضيف وسيلة للاتصال مع الاخرين. في الهوم شفنا احنا الفيدباك، تمام. تعال نشوفوا الكارد دي، الكاردز دي يعتبر اي ملف من شخص شاركه مع الاخر، نشره من عنده من على الون درايف، طلعه او شاركه مع الاخرين،
تمام، تم مشاركته. طالما انا سمحت ان انا يتشارك مع الاخرين، ففي ناس تانية هتدخل تشوف تشوف الحاجة دي، او تسمح لها بالدخول وتطلع على الحاجة دي. عندي اول كارت، الكارت عبارة عن اول حاجة سهام رضوان او سهام رشوان. الكارد ده مش بتاعها هي، ده هي عدلت عليه. هناء السيد، الكارد ده مش شرط يكون بتاعها، هي عدلت عليه، شاركت فيه، ممكن خدته وشاركته تاني. يبقى أول حاجة الاسم، تاريخ آخر تعديل، هي عدلت في جانيوري، 3 جانيوري، في الثالث من يناير، تاريخ آخر تعديل بيضيفه لك من الأستاذ سهام مثلا. هنا نوع الملف، احنا عندنا هنا في وورد، في اكسل، في وورد تاني، في بي دي اف، في فيديو، وهكذا. يبقى كده هو الدلف بيديني كذا نوع من انواع الملفات بيشاركها وبيدهاني، عشان اشوف زي فكرة المجلات وانا اتفرج واشوف اللي انا عايزه. الاسم الملف تحتيها، لو خدت بالي بتظهر كلمة اوبن، بس انا عادي لو وقفت في اي مكان طول ما ظهرت لي اليد دي فانا بعمل اوبن. خدت بالكم من هنا ظهرت لي اليد بس على كلمة دي صاحب الملف نفسه، الملف المكان اللي طلع منه، السورس بتاع الملف نفسه ده. لو دوست عليه زي ما شفنا هيطلعنا على الوان درايف بتاع الأستاذ جابري. لكن هنا خلي بالكم، هنا ده مش وان درايف، يعني هنا في فلان وان درايف، هنا كوكب اليابان مفيش وان درايف، هنا في وان درايف، ده مش وان درايف، ده بيدخلني على حاجة اسمها شير بوينت. لو انا دوست عليه هيطلع لي الشير بوينت بتاع كوكب اليابان. لكن خدت بالكم المرة الأولانية طلع لي الوان درايف، دلوقتي طلع لي الشير بوينت. طب الشير بوينت ايه الميزة اللي هاخدها؟ نفس الكلام، انا برضك في ملفات البابليك جروبها، لو تاخدوا بالكم ده بابليك جروب، يبقى ده جروب، يبقى يدخلني على الشير بوينت لو ده جروب. الجروب ده فيه بردك ملفات، بردك لو دوست عليه بصوا كمية الحاجات اللي انا ممكن اعملها، وممكن بردك اعمل ديليت، وممكن احملها على جهازي وهكذا. يبقى الفرق بين اشوف كلمة وان درايف، يبقى داخلين على الوان درايف بتاع الشخص نفسه، مفيش كلمة وان درايف، في كلمة زي كده هو زي كوكب اليابان، وهنشوف مدرسة نيدا اهو، مدرسة نيدا تعالوا نشوفوها بردك، مدرسة نيدا اهو بردك بابليك جروب، بيدخلني بردك على الشير بوينت بتاعت مدرسة نيدا. نفس الكلام اديكي في ام بي 4، وفي ملفات متشيرة من في الجروب ده، انا ممكن اخدها انزلها، ممكن احذفها وهكذا. ننزل تحت شوي، انا عندي add to favorites، يعتبر هننط شوية من مي، هنرجع لها تاني مي، هنروح للفيفوريتس للمفضلة. انا كل ما همشي في ملف عجبني وعايز احطه عندي بحيث ان انا ما يتوهش مني واوصل له بسرعة. لو دوست عليها كده، مجرد ما دوس عليها هيتغير لونها من اللون الرمادي الى اللون الازرق، هو على طول راح رمها لي في الفيفوريتس اهو. نرجع تاني نحطه حاجة جديدة تاني عشان نشوف الفرق اهو، نشوف كيفية الدخول ده ونضيفه اهو. دوسنا عليه اتغير لونه للون الازرق، هروح على الفيفوريتس الاقي اضافه وهكذا. ودي ده مكان، مكان بيجمع لي كل حاجات انا بفضلها او ان انا عايز ارجع لها تاني بسرعه. طيب الحته التانيه بقى اللي هي المانج بوردز، دي زي فكره هعمل مجلد لنفسي، هعمل اكلاسي لنفسي خاص هجمع فيه كذا ملف، سواء زي فكرة لو ده ملف وورد أنا محتاجه عايز أحط كل الملفات الوورد اللي أنا هجمعها أحطها في مكان معين، أنا عاملها مثلا أهو ملفات وورد، دي اسمها بورد. يبقى أنا عملية تنظيمية أكثر، إن أنا أحط الملف اللي أنا عايز أعمله زي مفضل، أو إن أنا أحتفظ بيه عندي عشان أوصل له بسرعة، في ملف
او مجلد باسم معين، لو دوست عليها بيطلع لي قائمة او بيطلع لي نافذة تانية. لو تلاحظوا هو مفيش مجلدات محطوطة، هو مجرد ما انا لو عايز انشئ مجلد جديد، او اول مرة هنشئ مجلد، هنشئ بورد لوحدة جديدة، ضيف على طول مثلا نقول ملفات جديدة، مجرد ما دوس انتر، بصوا كده على الشمال اهو، عمل لي فولدر جديد اسمه ملفات جديدة. طيب لو انا فولدر قديم وعايز احط فيه نفس وردك الملف ده، عايز ارميه في مكان تاني، فلنفرض مثلا جديد 2019، نفس المكان ده واكتب جديد، مجرد ما اكتب جيم حتى هيظهر لي، وادوس عليها كده بس هيروح رماها لي وردك كمان في جديد 2019. يبقى انا الملف ده حطيته في ملفات جديدة وجديد 2019. نقفل كده وتعالى نشوفه في جديد 2019. اديك الملف اهو، الملف اللي احنا ضفناه، وتعال نشوف ملفات جديدة اهو. بما ان احنا نكمل الاول الكارد ونرجع تاني للبوردز دي، يبقى هنا الفيفوريتس ان انا حطيتها في المفضلة، وصول سريع للملفات المفضلة بس بشكل عشوائي، مش منظمة جوه المفضلة، زي فكرة دولاب حطيت فيه كل الملفات، لكن ممكن جوه الدولاب ده اعمل ارفف، اقسم الارفف بتاعتي اللي هي البيردز، اقسم الارفف احط فيها ملفات زي ما انا عايز. طيب الرقم اللي جنبيها ده ايه؟ بيقول لك هو محطوط على كام منصة، على كام مكان. هنا محطوط في مكانين اللي هم قلنا جديد 2019 وملفات جديدة. طب خدت بالكم من هنا؟ محطوط في مكان واحد بس، تقييم المتدربين محطوط في مكان واحد. طيب اللي جنبيها هنا هو لو انا عايز اعمل سند لينك، يعني انا عايز اخد الملف ده اخده كرابط، هو موجود اونلاين، اخده كرابط واروح باعته في رسالة او في بريد لشخص بس كأنه رابط، اول ما يدوس عليها يروح مدخله على الملف التاني في عجالة كده اهو. لو دوسنا عليها بيفتح لي الاوت لوك بتاع الجهاز وبيطلب مني، بيديك الرابط هو كون خلاص، بيطلب مني اهو هستنى لحظات عشان يظهر لحضراتكم. اهو انا لو عايز ابعته لشخص معين هكتب الايميل بتاعه، اديك الرابط بتاع الكارد، الرابط بتاع الكارد واسم الملف، اسم الملف بتاع الكارد نفسه. واول ما اخلص هعمل له سند. يبقى انا كده هو من الثلاث نقاط انا ممكن اعمل سند لينك، ابعت الكارد ده كانه رابط ويوصل في بريد، يبقى هبعته كرساله في بريد. الخيار الثاني كوبي لينك، انا لو عايز اخد اللينك بتاعه، انا عايز ارميه على الفيس، عايز ارميه في رساله على الفيس، هو كده اتاخد في الذاكره، مجرد ما ارميه في مكان معين يروح يرمي لي الرابط بتاع الكارد ده نفسه. دي الكارد اللي هو خاص بالملف زي فيرست داي 2019. طيب نطلعوا، ده كان في الهوم، يعني لو نزلنا في الهوم كده اهو هنشوفوا ملفات وانواع واشكال كتيره، تمام؟ لو انا عايز اشغله بدوس عليه مره يروح فتحه لي، يعني اول ما يظهر كده كلمه اوبن بدوس عليه يروح فاتح لي الملف، وده ما يخصناش دلوقتي. ندخل بقى على، نرجع معلش هننط على الفيفوريت نخلصها،
لان الفيفوريتس يعتبر قلنا نص حب. لو دخلنا على الفيفوريتس، الفيفوريتس قلنا زي فكرة دولاب، مكتبة حطيت فيها كل ملفاتي، وجوه المكتبة عملت أرفف. استنى لحظات، أهو مكتبة فيها كل الملفات اللي أنا قلت عليها عايز أحتفظ بيها، فيها كل المستندات اللي أنا عايز أحتفظ بيها، وكمان منظم أرفف أهو، ملفات جديد 2019، ملفات جديدة وملفات وورد. دي زي فكرة أرفف، زي فكرة خزنة، كل واحدة فيهم حاطط فيها الملف بتاعها اللي هي بيحتفظ بيها. طيب أنا عايز أشيل الملف ده من الفيفوريتس بتاعتي. يعني أنا لو عايز مثلا بتاع سهام، أنا عايز أشيله من الفيفوريتس. خلاص خدت اللي أنا عايزه، وأنا عايز أشيله من الفيفوريتس. شايفين المكان اللي احنا ضفنا بيه الكارد ده هو اللي نشيل منه؟ يعني لو دوست هنا هو اتشال، يبقى المكان اللي انا ضفت فيه او ضفت منه للمفضلة هو المكان اللي انا هشيله منه. ندخل طبعا على كلمة اللي هي قلنا الدراج او المجلدات، زي فكرة جديد دي، جوه جديد لقينا برضك زي مستندين. طب انا خلاص مش عايز احط كيفية دخول الاجتماع ده، مش عايز احطه مع المجلد ده، عايز اطلعه من جوه. نفس الكلام، المكان اللي ضفنا منه للمجلد ده هنشيله منه، احنا ضفناه من المكان ده، يبقى نشيله من المكان ده. طب هنشيله ازاي؟ لو دوست عليها هتطلع له القايمة دي، وراح شايله من الاكس دي. لاحظوا كده، هو اول ما هدوس الاكس هتتشال من هنا، واتشالت من ورا. يبقى كده خدنا الهوم والفيفوريتس. ندخل بقى على مي اللي هو العالم والدنيا بتاعتي، البطاقة بتاعتي، المكتبة بتاعتي اللي هي هتظهر للناس واللي اي حد يقدر يوصل لي منها، واللي انا عايزها تظهر ليهم. هستنى لحظات. مي جوه مي اول حاجة بشوفها صورة البروفايل بتاعي، ممكن اغيرها من هنا، ممكن اعمل لها ابلود من على الوان درايف لو انا حاطط صورة من الوان درايف، او عايز احملها من الجهاز بتاعي. تحتيها على طول الايميل بتاعي، ايميل 365، عشان الناس تعرف توصل لي بسهولة من خلال الايميل. طيب هنا ده مكتوب رقم التليفون، ورك فون، لا هو ده الكود بتاع حضرتك واللي هو مش بتقدر تغيره. انت ممكن تضيف تليفون تاني، لكن الكود ده اتحط كأنه ورك فون، رقم هاتف للعمل، بحيث ان ممكن حد لو في نفس التننت او حد حابب يوصل للكود بتاعك بيعرف يوصل له بسهولة من خلال الكود. الماي وان درايف لو دوست عليها كده هو هيدخل لي على الوان درايف بتاعي. طيب انهي وان درايف؟ هل فيها الملفات اللي انا سامح بنشرها، ولا الملفات اللي هي عندي كلها، كل ما يخص بالوان درايف؟ لا، هو ده انا عندي مي، يعني عندي انا، يعني الصلاحية كلها متاحة لي انا، يعني كل الملفات اللي انا رافعها على الوان درايف مهما كانت موجودة عندي، متاحة عندي كشخصي انا. طيب انا اعرفها ازاي ان ده فلان يقدر يشوف، او اي حد يقدر يدخل ويشوف دي، او يقدر يمسح ولا ما يمسحش؟ شايفين على اليمين شيرينج، دي حالة الشيرينج بقى. لو انا عايز اعرف ان الملف ده برايفت، يبقى محدش هيقدر يدخل على الملف ده غيري انا. شيرد، يبقى الملف ده
ده تمت مشاركته ومسامح للناس ان هي تبص عليه او تشاهده او تطلع عليه، وممكن كمان تقدر تحذفه او تشاركه كرسالة في البريد او تاخد لينك ليه. وان درايف مش قصتنا، نرجع تاني للديل. انا عايز اضيف كام بيان على السيرة الذاتية بتاعتي، البروفايل بتاعي. لو دوست ابديت بروفايل هيديني شوية أماكن أقدر أعدي فيها، الكونتاكت انفورميشن اللي هي معلومات التواصل، دي كلها معلومات التواصل اللي قدامي متاحة ليا. أنا ممكن أضيف بيرث داي، عيد ميلاد، ممكن أضيف أهو رقم موبايل، بحيث شفتوا المستر مصطفى لما مش هضيف رقم موبايل، معذرة، مستر مصطفى ضايف رقم موبايل على الكارد بتاعه، ولما شفناه ودخلنا لقينا رقم الموبايل ظاهر قدامه. اد هوم فون، ممكن اضيف رقم للبيت او تليفون ارضي للمعرفة، مجرد ما بكتب الايميل مش مشكلة، دوس علامة صح هلاقيه طلع فوق والضاف تبع المعلومات تبع الكونتاكتس انفورميشن، المعلومات اللي ممكن اي حد لما يدخل يعرف يوصل لي بيها. اضيف لو عندي فاكس هضيف، دي كلها في الكونتاكت انفورميشن، معلومات التواصل. لو دوست على اباوت مي هي خلي بالكم لو افضل انزل هينزل معايا بالحاجات دي. شوية معلومات بضيفها، اضيف كلمتين يعني زي فكرة جملتين او اربع جمل يعبروا عن شخصيتي، واضيف ممكن اضيف مشروع. هنا بقى في ناس حابة تضيف سكيلز، مهارات. لو انا عايز اضيف سكيلز هقف شوية عند الحتة دي. لو عايز اضيف بروفيشنال سكيلز، مهارات مهنية، مثلا اجيد التعامل مع الحاسب، طيب انا عايز اضيفها. قبل ما اضيفها خلي بالك ادي الاول، شايفين الكرة دي؟ لو دوست عليها عايز اخليها everyone can see this، اي واحد يقدر يشوفها، ولا only you can see this، مجرد انت بس اللي يقدر يشوف المعلومة دي، واقول له add skills هلاقيها اتضافت من تحت، وضيف براحتك. كمان ممكن اضيف مدرسة، المدرسة بتاعتي انا هضيف بن عمار برايمري سكول، نفس الكلام هضيف اسم المدرسة واقف عند على العلامة دي واقف احدد اونلي مثلا، بحيث ان مش كل الناس تشوف، مش شرط تشوف المعلومة دي، بس دي السي في بتاعتي او للكارد بتاعي، ودي الهوايات بتاعتي لو انا عايز اضيف الهواية بتاعتي، دي المدرسة ودي الهواية اللي من تحت خالص. دي في المي اللي تحتيها شوية، اللي تحتيها شوية بيبل، نرجع تاني اللي هي القائمة اللي هي الأساسية اللي على اليسار اللي تحت الهوم مي فيفورتس. أنا عندي بيبل دي كل الأشخاص اللي أنا إلى حد ما تعاملت او شفت الكارد بتاعتها او احتفظت الكارد بتاعتها، او ان انا حاولت ان انا ابحث عنها. مجرد البحث، مجرد ما اكتب البحث عن فلان هيروح نازل لي هنا، هو ان انت بحثت في البيبل اللي انت حاولت الاتصال معهم، زي فكرة مفضلة سريعة للاشخاص اللي بتحاول توصل لهم في البيردس اللي احنا اتفقنا عليها. طيب في حاجة في البيردس هضيفها. طيب انا بعد ما عملت البيردز نرجع لها تاني معلش في الفيفوريتس، احنا عرفنا نشيل كارد من وسط المفضلة، وعرفنا كمان نشيل كارد جوه المجلد اللي اسمه جديد 2019. طيب انا عايز اشيل المجلد ده خالص، مش عايزه يظهر قدامي. يعني لو نلاحظ، تعال نشيله. طب كده نشيله الملف ده او الكارد ده، لو دوست عليها من هنا هشيله، مثلا هي جديد 2019، لو شلت كلمة جديد 2019 هتشال من هنا، بس بصوا كده لسه قاعد. طب انا عايز ارمي الفولدر، مش عايز يبقى ظاهر قدامي،
مش عايز يعني زحمة قدامي وهو فاضي أساسا، خلاص حتى اللي أنا عايزه منه. شايفين remove from favorites؟ لو أنا دست عليها دي هيروح شايلها لي من هنا. طب قبل ما أعمل remove جنبيها send، لو أنا جمعت شوية ملفات وحابب إن في صديق ليا يبص على الملفات دي، فلنفرض إن أنا بعمل مثلا بعمل زي رسالة ماجستير وفي شوية ملفات عجبوني مشاركة، تمام، فأنا عايز أشارك مع حد الملفات دي، بعتها سند لينك ليه. طب تعالى نشيله جديد 2019 خالص من المفضلة ونشيلوها من البيردز من قدامنا. لو دوست ريموف فروم فيفوريتس اتشالت اهو. طب ما لسه قدامي، انا ممكن اراجعها كمان اد تو فيفوريتس. طب تعالى نشوفها تاني كده، معلش ريموف، تعالى نرجع للفيفوريتس، مش كانوا ثلاثة؟ نرجع للفيفوريتس. ايه ده مفيش اتنين غير اتنين. طب انا خدت قرار ارجع الفولدر ده، عايز ارجعه تاني، لا مش عايز احذفه. طريقة رجوعه من خلال نفس الطريقة الأولانية، إن أنا بدوس هنا هو ومجرد ما أكتب جيم هلاقيه لسه قاعد في الذاكرة، لسه قاعد في الذاكرة، مجرد ما بدوس عليه هيظهر لي دلوقتي تاني. ممكن نقول إن هو مفيش، طول ما كونته مجلد مش هيمسح أستيكة تماما، لا هو هيظهر هيخفيه خالص من قدامكم، لكن موجود في الخيال. مجرد لو حبيت تراجع ممكن تكتب مجرد الحرف في تاني. ديت الدال كل حاجة. يا رب أكون أفدتكم، يا رب يكون استمتعتوا، وشكرا لحسن استماعكم. شكرا مستر وائل، طبعا عرض مميز كالعادة كما عودتنا دائما على. الحاجة اللي كنت حابب أضيفها بس في مي، لو وقفت عليها هلاقي من تحت كده حاجة اسمها بلوج، المدونة بتاعتي، هشوف كل البوستات. أنا عايز أعمل نيو بوست في البلوج بتاعي، بدوس عليها بتفتح لي الصفحة شير بوينت، في النص اد ايمج، لو دوست هيدخلني على يا اما اجيبها من الوان درايف بتاعي، او لو عايز حابب اجيبها من الجهاز بتاعي بدخل على الجهاز بتاعي وادخل اجيب الشهاده. فلنفرض الصوره، معذره، فلنفرض ان الصوره دي هي دي، هقول له اوبن، هستنى لحظات يحمل لي الصوره. هنا عندي في حاجه اسمها التايتل، هديله عنوان للصورة دي عبارة عن فكرة إنشاء منشور، هديله تايتل مثلا مبادرة سوهاج 2، سب تايتل حضور أول يوم، ودي وصف للصورة أو للمنشور بتاعي. وبعد كده هو أنا عندي فيه إن أنا ممكن أنشره على طول أبلش، أو أسيفه أحفظه عندي، أو أمسحه أعمله ديليت زي كده. هو أقول له أوكي، كده مسح المنشور خالص. وخلي بالكم في إن هو أوتو سيف بيحفظ، يعني مش هتدوس كنترول اس فهو بيديلك انه حفظ المنشور بعد ثواني.